مساء الفل والجمال على كل متابعين قناة الصحة والجمال، ومساء الحاجات الحلوة والفقرات الأحلى من برنامجنا حاجة حلوة. النهاردة فقرات متنوعة ومتميزة، لكن قبل ما نتكلم عن فقراتنا خلوني أرحب بحنان وهبة. ازيك يا حنان؟ مساء الخير. ازيك يا سارة؟ ازيك يا سارة؟ منورة. مساء الخير، ده نورك. ميرسي. مساء الورد والفل والياسمين عليكم النهاردة مشاهدي برنامج حاجة حلوة. أوعدكم إن شاء الله بإذن الله إن حلقتنا النهاردة هتكون مختلفة جدا، وأتمنى يا رب إنها تكون عاجباكم ان شاء الله. الاول مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم معانا وحلقه جديده، وان شاء الله تنور رضاكم واعجابكم. قبل ما نبتدي ونقول فقراتنا ونسال ساره عن فقراتنا ايه النهارده، خلوني بس الاول حابه اهني الامه الاسلاميه بحلول شهر شعبان اول يوم النهارده. كل سنه وانتم طيبين، وقرب حلول شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين. ساره معانا ايه النهارده بقى؟ كل سنه وانت طيبه حنان، وكل سنه طيبة. وكل الامه الاسلاميه طيبه. النهارده اول فقره معانا للبنات اللي داخله ان شاء الله وقربت على الجواز. طبعا احنا داخلين فصل الصيف وموسم الافراح والخطوبه، وان شاء الله دايما يبقى افراحنا كلنا وكلنا نكون مبسوطين. النهارده هيكون معانا ميك اب ارتست غاده احمد، وهنعرف منها كل فنون المكياج وايه الفرق ما بين انواع المكياج وانواع الشعر والبشره، وكمان ايه المكياج اللي يليق عليكي. تاني فقره معانا ايه هبه؟ تاني فقره بقى معانا الكابتن محمد حسن، وده لاننا عايزين نتعلم ازاي نلعب رياضه في البيت ونعرف نكون قادرين ان احنا نحافظ على جسمنا ورشاقتنا، ودي فقره بتهم كل ست. الفقره الثالثه معانا النهارده حاجه فنيه. احنا قلنا بنحب ننوع لكم الدنيا ايه وحاجات جديده وحاجات حلوه، ونترككم شويه ونمتعكم شويه. معانا فنان جديد ان شاء الله هيعجبكم. خلوها، انا حابه ان هي تكون مفاجاه، انا بحبش احرق اقول الضيوف بتوعي ايه. ان شاء الله هتعجبكم وتكون فقره حلوه وتنول رضاكم واعجابكم. هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم، استنونا. عالم الميك اب، مستحضرات الميك اب، الميك اب النهاري الليلي، عالم كبير جدا. البنات كلها موهومه، كونتور، برز الوجه، لا الملامح بخفيها، بكبر، بصغر بالمكياج. عايزين نعرف الحاجات دي كلها. عندنا هوس بالميك اب وبالتوتوريالز ميك اب دلوقتي. النهارده معانا الميك اب ارتست غاده جبرة اللي هتجاوبنا على كل الاسئله، المداخلات اللي هتدخل معانا على الهواء، وكمان الاسئله اللي احنا محضرينها لها من صفحتنا. ازيك يا غاده؟ ازيك، عامله ايه؟ انت منورانا. بنورك. طبعا بسم الله ما شاء الله، انت زي القمر، مش محتاجين ميك اب. ازيك يا جميل؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ النهارده هنجرب حاجه اسمها الداي ميك اب. النهارده غاده هتكلمنا عن الداي ميك اب، ايه الفرق ما بين الميك اب النهاري والليلي؟ يعني ام سوري هقول لك على حاجه. بصي، هو الليلي شويه بيبقى فيه بتاع اي شادو بيبقى كتير، الاي لاينر بتبقى رسمته عريضه شويه، بتبقى الفاونديشن اتقل من النهاري، لان النهاري ما بيبقاش حابب الفاونديشن يبقى تقيل، يعني الاحسن حاجه بيبقى الفاونديشن اخف. في حاجات كتير في الميك اب ولا هايلايتر ولا الكلام ده الصبح، يعني الافضل اللي هو يبقى الحاجه سيمبل اكتر في الصبح. طيب عشان خلينا نشتغل مع بعض واحنا ديوري. اوكي، هو اهم حاجه تبقى البشره نظيفه، وهنحط تمام. برايمر او حاجه زي اويل كده بيخلي التقشيرات اللي في الوش اللي تقول لك اصل بشرتي بتقشر، اصل الكلام ده كله، ده بيبقى يعني سبب. الخطوه دي اساسيه في ميك اب النهار وميك اب الليل. أيوة، ان انا بحط الاول اويل على البشره، حتى لو بشرتي دهنيه. حتى لو بشرتك دهنيه بيبقى في اويل للبشره الدهنيه نفسها. اوكي، يعني انا لازم دلوقتي يا جماعه اول خطوه احنا بنعملها سواء في الميك اب النهاري او الليلي ان احنا بنحط خطوه الاويل لجميع انواع البشره. في الاويل للبشره الدراي والسنستيف، وتبقى طبعا العاديه، وفي للبشره الدهنيه الاويل الخاص بيه البشره الدهنيه، او برايمر. او برايمر. وبرده البرايمر في منه انواع طبعا حسب انواع البشره. حسب انواع البشره، حسب اذا كانت اويل ولا جافه. طب غدا، انا عندي بقى سؤال. بصي، بيفرق معايا قوي. أوكي. هو فعلا اللوك، يعني لو انا عامله لوك شعر والوان ولبس معين بيفرق معايا الميك اب؟ دي حقيقه. يعني على حسب لون شعرك بتحطي الروج، بتحطي الاي شادو، بتحطي الكلام ده، حسب لبسك كمان. يعني في حاجات بتبقى على لبسك بتبقى الميك اب مش لايق عليها خالص تماما. اوكي تمام. بصي احنا دلوقتي اهو بنفرده. انا شايفه ان الاويل اتشرب بسرعه تقريبا، صح؟ هو اصلا مش هيبقى في اويل خالص، كمان مع اللوس باودر بيطفي الاويل خالص حتى للبشره الدهنيه. لا، وبرده حاجه ان الاويل يا جماعه احنا طبقه البشره الاولى اللي هي طبقه الابيديرمس بتبقى دهنيه، حاجه كده اسمها لايبوفيليك، فاي على حسب اي نوع بشره طبعا. فلما يبقى اويل وسط اويل ده بالعكس، ده كده حاجه بتمتص اسرع. فاي ثينك ان هو هيبقى مناسب لكل انواع البشره، وحتى احنا شفنا على هبه ان البشره اتشربت الاويل. طيب تاني خطوه بقى بنعملها في الميك اب. بصي، هو تاني خطوه بنجيب اللي هو الكوريكتور ده، اللي هو المصحح بتاع الوش، اللي هو بيداري الهالات السوداء وبيداري الحبوب.
طبعا في انواع كوريكتور صح؟ اه وبتبقى الوانات كمان يعني تمام. الاخضر بيبقى للحبوب والاورنج ده بيبقى للهالات السوداء تمام؟ وهل في درجات من الاخضر ودرجات من الاورنج ولا هو ثابت لون واحد بس؟ لو انا عندي هالات سوداء بستعمل اللون الاورنج الاورنج تحت العين تمام ولو عندي حبوب بستعمل الاخضر بنحط على الحبايه نفسها الاخضر طبعا الخطوه دي برده مهمه سواء داي ميك اب او نايت ميك اب في بتاع وش ما بيبقاش فيه لا هالات سوداء ولا حبوب فبتستغنى بتستغنى عن الكوريكتور ده خالص طيب دي خطوه مهمه جدا البنات اللي دايما اللي بيبقوا نازلين الجامعه ومش عارفين يعملوا الميك اب ايه اللي ينفع لهم او ايه المناسب لي ان انا اروح محاضرات وجامعه وسط زمايلي طبعا احنا على طول بنبقى محتارين في ايه اللوك اللي احنا نعمله في الدي فخلي بالكم ان دايما زي ما قلنا الخطوه الاولى خطوه الاويل انت تحطيها ترطبي بشرتك او تجهزي بشرتك ان انت تحطي بعديها لو انت عندك حب شباب بتستعملي الكوريكتور لونه اخضر لو عندك هالات سوداء بتستعملي الكوريكتور لون اورنج خلي بالكم فرق الالوان ده مهم جدا يعني مش واحده عندها لون اخضر فتستعملوا هالات السوداء والحبوب في نفس الوقت لا ما ينفعش الكلام ده خالص الاوبشن ده مش موجود ساعات لو انا مش عندي غير لون بقى يلا كله هيدي لا بعد كده بنحط الفاونديشن الخطوه الثالثه بستعمل فاونديشن طبعا الفاونديشن برضو درجات على حسب درجه بشرتها نفسها وعايزه اقول لك كمان من على حسب نوع البشره يعني انت لو بشرتك دهنيه في للبشره الدهنيه فاونديشن بس للافضل اللي هو موس باودر بيبقى زيرو اويل بصي اهو الاخضر اهو بيروح وبيداري الحبوب نفسها طيب درجات احنا سمعنا في حاجه اسمها التيست بتاع الفاونديشن انا ممكن استعمل بالتيستر اعمل حاجه اسمها تعملي تيستر بس يا بيعملوه على الرقبه يا بيعملوه على الايد اوكي يعني لازم يتجرب على الرقبه والايد طب يبقى افتح من درجه البشره بقد ايه درجه واحده بس درجه اوكي بصي احنا دلوقتي بنفرد الفاونديشن تمام هو طبعا كل ده هيبقى خفيف بعدين بعد ما باللوس باودر والكلام ده كله طبعا انواع الفرش بيبقى فيه فرشه اللي هي الكابوكي الحاجات دي دي كابوكي هي دي الفرشه بتاعت فرد الفاونديشن اوكي في فرش اللي هي الفرش العاديه دي اللي هي بتبقى موجوده في اي حته بس وانتي شغاله انا هتعامل يعني ماشي كملي عشان نلحق صح عايزين نشوف اللوك ذا فاينل يعني وانا نازله كده رايحه الشغل كمان الوركي وومنز اللي دايما بيبقوا رايحين ميتنج في الصبح وعلى طول بيبقوا مش عارفين يحطوا ميك اب ايه بالذات كمان رسمه الايلاينر طب انا احط الفاونديشن ده ولا لا طب الهايلايتر بحطه امتى وازاي عايزينك برضو تجاوبينا وانت شغاله يعني انا قولي لي هل هايلايتر ده مناسب ان انا احطه الصبح لا اكيد لا طبعا لا. صح بيبقى اوفر قوي على الوش الصبح بيبقى اوفر ولا كونتور يعني ما نعملش كونتورين بصي هو الكونتور حاجه بسيطه في بنات كتير بتنزل الجامعه دلوقتي حاطه كونتور بس عادي ما فيش اي مشكله بس لو حطيت حاجه بسيطه بس اللي هي حاجه ما بتبقاش باينه قوي لكن هو اصلا الكونتور ده عباره عن تصغير بس الوش الكلام ده كله تصغير المناخير تصغير الخد فده عادي بالنسبه لنا حتى لو الصبح هنرسم الكونتور دلوقتي طبعا بالفرش المسؤوله عن الكونتور ما تبقاش انا عندي فرشتين ثلاثه وابتدي بقى ان انا استعمل دي اي شادو وكونتور في نفس الوقت وسهل الموضوع ده احنا نعرفه ان احنا واحنا في اي لو ستور انا بشتري حاجه الميك اب اقدر اقول له اديني البراش بتاعه الكونتور هو بتبقى كذا براش على فكره بتبقى فيه العريضه وفي اللي هي زي فرشه كده شكل المعلقه بالظبط دي خطوه الكونسيلر صح؟ الكونتور دي كونتور برضه انا بعمل كونتور تحت العين بصي هو الكونسيلر ده كان الموضوع ده كان زمان ده خلاص اتغير خلاص طورنا عايزه اقول لك ان هو الكونسيلر نفسه راح بعدين عايزه اقول لك ان هو بيدي كمان تجاعيد تحت وبتاع وشارب الفاين لاينز لو الخطوط الرفيعه اللي بتظهر نتيجه ان انا لو مش بستعمل الانتي ايجنج او الاي كونتور برودكت بتاعي في بنات كتير للاسف بتهمل في الديلي في السكين كير ديلي ريجيم بتاعها ان هي تستعمل الاي كونتور برودكت لازم يا جماعه الخطوه دي مهمه جدا ان انا لازم ارطب حوالين عينيا كل يوم لان المنطقه دي فرد الدهون فيها بيبقى قليل جدا فبالتالي هي اكتر واول منطقه عرضه لظهور علامات تقدم العمر والخطوط الرفيعه والفاين لاينز والاكسبريشن لاينز فدلوقتي احنا يعني انت في مرحله الكونتورنج احنا بنحط تحت العين اللي هو اللون الفاتح اللون الفاتح اوكي بدل الكونسيلر المدوس ده خلاص اوكي انت كده مرتاحه اوكي دلوقتي الكونتور برضو احنا لسه في مرحله الفاتح
طب الوان الكونتور؟ بصي هو انت بتحتاجي درجتين بس على حسب بشرتك، اللي هي الدرجه الغامقه والدرجه الفاتحه، اللي هي زي ده. الاغمق بقى من بشرتي كام زي درجه؟ زي الفاتحه كده. ايه الاغمق من بشرتي كام درجه؟ الاغمق من بشرتك لا بكتير بكتير. ده اغمق حاجه، يعني اغمق حاجه في البني. اوريكي يعني دلوقتي حاجه، بصي زي كده بلات دي مثلا. بصي دي غامقه عن بشرتك كتير. اوكي فدي اللي تبقى مناسبه ليا. اه يعني الناس البنات الفاتحه البيضه قوي ممكن ده الكونتور بتاعها الغامق. طب والفاتح ده؟ الفاتح ده والفاتح الكونتور ده ممكن نشوف ده الكونتور الفاتح. على فكره كمان الكونتور هنا في الاورنج ده ممكن تستخدميه للهالات السوداء. اوكي تمام. وبرضه يعني بصي احنا مش عايزين نعطلك، يعني هديولي ماشي شغاله. بصي ما اوكي شاوري لي انا هفهم على طول. دلوقتي الكونتور الغامق. في بنات كتير بتسالنا هو الكونتور يا غاده هو ابراز ملامح الوجه ولا تصغير ولا تكبير؟ الاثنين. الثلاثه بقى. الثلاثه. يعني انا ممكن اكبر ال ممكن تكبري شفايفك بس مش بالكونتور، بالروج نفسه. وفي بقى تصغير المناخير، طبعا مفيش حد بيكبر مناخيره خالص، هو عشان يبرزها والكلام ده. يعني نطلعها بس اللي المدببه دي بتدي الشيب المدببه دي البنات بتحبه قوي. وطبعا الخدود دايما بنبقى حاسين احنا عايزين تبقى مرفوعه كده. اوكي خلاص احنا كده خلصنا البني. اوكي طب غدر الموضوع الطابع الحسن دي انا فعلا طبعا بس ما انا هعملها لها دلوقتي. حتى لو هي مش عندها طابع الحسن احنا ممكن حتى لو هي مش بترسمي بتغمقي الحته دي كلها كلها من الحته دي وبتفتحي هنا فبتظهر ان هي الدقن عندك بارزه. اوكي وبعد كده بنفرد بالاسبونج. تمام انت كده بتفردي الكونتور. لو هي عندها قوره بنغمق الحته هنا بس هي ما عندهاش القوره دي. اوكي لو كونتور البني بيبقى فوق كده. اوكي اختراع يا جماعه الكونتور ده، يعني بجد احنا دي حقيقه كنا من غيره ما بنعرفش نحط ميك اب، يعني او مش بنعرفش. البنات الحلوه دايما كانت بتبقى مظلومه في الميك اب، دايما كان يقول لك البنت الحلوه ما ينفع لهاش ميك اب، بتداريها او بتظلميها. وبرده في نفس الوقت في بنات اللي عندها ملامح حلوه بتبقى مش حلوه خالص حتى بعد الكونتور والتطور اللي احنا فيه. بس هي ما بتعرفش تظبط حاجه، يعني ما بتعرفش تظبط الميك اب على وشها، ما بتعرفش تختار صح. طب احنا عايزين نسال بقى لو واحده عايزه تبقى ميك اب ارتست دلوقتي بقوا ياخدوا كورسات كورسز يعني دلوقتي في الكورسز دي بتجيب فعلا نتيجه. دي حقيقه. اصل في ممكن تكون واحده مش عايزه تشتغل ميك اب ارتست بس عايزه تتعلم تعرف تحط تتعلم لنفسها ميكب. بيبقى في كورسات اللي هي تتعلم لنفسها مش تتعلم على الناس. يعني في نوعين من الكورس، في كورس ان انا اتعلم على نفسي وفي كورس احترافي ان انا اكون ميك اب ارتست صح؟ دي تمام. احنا دلوقتي بنفرد بنعمل دمج ما بين الكونتور. اوكي احنا في المرحله دي مش هنستعين باي شادو صح ولا في عشان الصبح بيبقى في حاجات اي شادو بسيط اللي هو الحاجات المات اللي هي المطفيه. اوكي وبعد كده هنحط اللوس باودر عشان بقى يطفي كل الدهون. لو واحده بشرتها دهنيه او اي حاجه بنطفي لها الدهون. مشكله كل البنات اللي بشرتها دهنيه ومختلطه دايما. عايز اقول لك ملهاش حل، حتى لو لازم كل شويه تطفيها كل شويه تطفيها بالباودر. لا لو هي ماشيه على سكين كير ديلي ريجيم حلو بتستعمل منتجات ان انا بستعمل الغسول المناسب لنوع بشرتي طبعا لو انا دهنيه او مختلطه، وبعديها الخطوه المهمه جدا يمكن قلتها في حلقات كتير ان انا لازم ارطب بشرتي حتى بعد الغسول والتونر لازم استعمل الموتشرايزنج حتى لو بشرتها دهنيه كمان. حتى لو دهنيه للاسف ده خطا شائع احنا بنفتكر ان البشره الدهنيه بتقشر على فكره، ولما بيتحط عليها ميك اب او فاونديشن حتى لو نوعه نظيف بيبان ان هي مقشره. ما نتيجة ان الغسول بيبقى قوي جدا فبيزيل كل الدهون اللي موجوده على البشره، فانت لازم برضو او انت لازم ترطبي بشرتك بالمنتج المناسب لترطيب البشره الدهنيه عشان ما تجيش احساس ان هو ايه ده انا حاسه ان الميك اب عندي بيلمع قوي. في بنات بتقعد تقول ان انا اثناء الميك اب بيبقى بيلمع قوي نتيجه الدهون الزياده. بنحط اللوز باودر على الفاونديشن الفاونديشن كل دي خطوات مهمه في الدي والنايت صح؟ اوكي
طب الخطوه بقى اللي بعدها هنحط هنرسم الاي شادو بتاع العين. اوكي، والاي شادو هنا اختياري، ممكن ما تعملش اي شادو الصبح صح؟ اوكي، يا اما الوان مات. بس اي الوانات مات؟ في الوانات بتبقى بتاع مطفيه. ده في علم، علم الفرش ده علم تاني يعني، محتاجين ندرس يعني حاجات كتير قوي. هو لكل فرشه ليها استعمال، فممكن ممكن يبقى في حلقه ان شاء الله تبقى اكيد ان شاء الله احنا على نوع الفرش وكل وانواع الفرش. بصي هو اصلا انا شايفه ان اي شادو خفيف، اي شادو خفيف للنهار، دي حاجات للنهار. اوكي بنات بقى بلاش الموفي والاخضر والازرق والحاجات دي، مستحيل مش حلوه خالص. حتى لو انت لابسه اخضر والكلام ده كله، الميك اب السمبل بيبقى احلى. اكيد. طب غدا في حاجه اسمها النو ميك اب؟ نو ميك اب ده اللي هو اكنك مش حاطه حاجه فعلا. دي حقيقه، اللي هو كل حكايه بتظبطي نفسك، بتشوفي ايه الديفوهات اللي في وشك وبتظبطيها. بس محتاجين حلقه نو ميك اب، لازم نتعلم النو ميك اب، وده بيبقى ينفع للجامعه اكتر بكتير. أكيد من طبعا. ده شيمر اي شادو صح؟ ده شيمر. عايزين بقى اخر خطوتين كده على طول عشان البنات تلحق تشوفنا في اللوك الاخير. اوكي حطينا احنا كده، انا شايفه ان انت الوانك بنيات. اللي هي الالوانات النود. اوكي اسمها النود كولر صح؟ اوكي حلو. ممكن نحط اللوز باودر ده على طول من غير ما احط فاونديشن وكوركتور؟ ملوش لازم، مش هيثبت معاكي، هو اصلا هو اصلا شفاف. أوكي. وهيطير، لازم يبقى فاونديشن تحتيه عشان يثبت عليه. ولا حتى بيبي يعني؟ ممكن احط البيبي والبالم وبعديها دي ممكن اللوز. بس هو كل الحكايه هتفيه، هو بيدي شفاف ما بيديش لون. طب ما دي حاجه حلوه، لان في بنات ساعات كتير بتخاف انها تحط كيميكلز كتير على بشرتها. ايوه دي حقيقة. ممكن نعالجها بان انت وانت بتحطي البي بي كريم بتاعك، البيوتي بالم ده اكيد اي حد دايما لازم قبل ما ننزل الصبح واحنا رايحين الجامعه او الشغل لازم احط البي بي اللي هو اسمه البيوتي بالم. البيوتي بالم ده مهم في ان انا بحمي بشرتي من الفري راديكلز ومن عوامل التلوث والاكسديشن، فبحمي برده بشرتي من ظهور علامات تقدم العمر. بعد البي بي نحط اللوز باودر. لو انت بقى اللي عارفه اللي هو البنات اللي بتحب ان هي ما تحطش ميك اب كتير او ما يتقالش عليها الميك اب كونسيومر قوي يعني الاوفر دوز. أيوة صح. دلوقتي بقى هندخل على الحواجب. اوكي احنا طبعا ما بننسى الاسود ده تماما، ما بنعملوش. عايزين بصي الحواجب بسرعه لان دقيقه وهنكمل فقراتنا الثانيه ان شاء الله. انا شايفه انت بتقليها بس، ما بنرسمش بقى يا بنات يعني، مش بتملي الفراغات، بنملى الفراغات بس. يعني انت بس بتملي الفراغات بحيث ان يكون شكل الحاجب لطيف صح كده؟ طيب لو انا الصبح، هل الحلو للحواجب الباودر ولا الكريمي؟ على حسب حواجبك، خفيفه ولا تقيله؟ لو خفيفه الكريمي، لو تقيله خليكي في الباودر احسن. لو خفيفه كريمي، لو تقيله باودر. برضو ده بيفرق معايا في الدي والنايت صح؟ لا هو صبح وليل، هو حواجبك ثابته. اوكي بصي احنا دلوقتي بنملى الفراغات. طب دي كده خلاص الفاينل يعني. خلينا بعد الاي براوز بقى نعمل الاي لاينر. اوكي احنا قدامنا دقيقه، عايزين نوري المشاهدين، يمكن اقل من دقيقه، عايزين نوري المشاهدين الفاينل لوك. يا بنات بليز ما تحاولوا ان انتوا تفرقوا ما بين الميك اب النهاري والليل. انا عايزه الاي لاينر. طيب خلاص يعني. أوكي. ممكن تعملوها انا بس حتى. طيب ممكن نعمله ماسكارا؟ ممكن. أوكي. الماسكارا. اوكي ممكن يا جماعه، اصلا انت ما يعني لو مش عايزه تحطي اي لاينر او تحطي كحل ممكن تستبدليه بالماسكارا بس صح؟ برضو ده من اللوك النهاري. هنحط الماسكارا، بالافضل ما رموش الصبح، ما ينفعش. ما ينفعش رموش خالص، حتى اللي هي السيبرت اللي هي بتبقى الرفيعه الطايره الواحده. بصي هي بتبقى فيها اللي هي الواحده دي اللي هي رمش. أوكي. رمش. دي بتبقى احسن بكتير. بصي انت بتمشي كده. اوكي غدا في انواع الرموش وانت شغاله عشان في اللي هي الووتر بروف وفي اللي هي الثانيه. الثانيه دي بتهبب في الوش، فالافضل طبعا ان انت تستخدمي الووتر بروف. بس هيقولوا لك بتوقع رموشي والكلام ده كله، وعلى حسب نوعها بقى. طيب حلو قوي، يعني ده تقريبا الفاينل لوك معانا. بصي انا عايزاكي تقولي لنا يا غدا بسرعه كده الخطوات اللي احنا عملناها النهارده على الموديل بالنسبه للكريم، بالنسبه للميك اب النهاري.
عملنا ايه؟ عملنا حطينا البرايمر الاول او الاويل نفسه للبشره، وبعد كده حطينا الكوريكتور اللي هو الاخضر او الاورنج تحت العين، وبعد كده الباودر والفاونديشن. وبعد كده وبعديها نرسم الحواجب. نرسم الحواجب والاي شادو والماسكارا او الاي لاينر للاسف. والافضل كمان نختار الروج نفسه، يبقى حاجه من الوانات الفاتحه الصبح، والوانات النود دي بتبقى حلوه جدا الصبح، والكشمير. والكشمير الحاجات دي فعلا مناسبه لي جدا، وطالعه كمان موضه على فكره، موضتها ما بتقدمش خالص. مش عارفه اقول لك يا غدا، انت تسلم ايدك بجد، اللوك حلو جدا إيدي. والمعلومات النهارده كانت حلوه قوي. غدا مش اول مره هتكون معانا ولا اخر مره، استنونا في حلقات تانية وفقرات اكتر عن الميك اب وعلم الميك اب وانواع الميك اب ومنتجات الميك اب وكمان انواع الوشوش. بس للاسف انا وقت فقرتي خلص، تابعونا بعد الفاصل مع فقرتي مع فقره مع زميلتي حنان. مشاهدينا، وبما ان احنا قناه الصحه والجمال وبرنامجنا اسمه حاجة حلوة، كان لازم نتكلم معاكم عن الاهتمام بالجسم والتغذية السليمة للجسم، وازاي اعمل رياضة وازاي اعمل دايت سليم لجسمي واتابع بالرياضة ازاي، وكل الحاجات اللي تهمكم وخصوصا للستات في البيوت. كان اكتر حد هو ممكن يفيدنا في الموضوع ده الكابتن محمد حسن، مدرب اللياقة البدنية. مساء الخير يا كابتن. مساء النور يا حنان. مساء النور يا هبة. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. نورنا النهاردة. بنورك. تسلمي كابتن محمد. قول لي الاول اهم حاجه عايزه اتكلم فيها، ازاي اعمل دايت ويكون ما ياثرش على جسمي وما ياثرش على صحتي وامشي واستمر عليه؟ الموضوع ده صعب جدا، ان انا استمر واكمل في دايت دي مشكله على فكره. ما هو الفكره هنا ان الدايت لازم يكون اسلوب حياه، وفي نفس الوقت نظام غذائي صحي متكامل شامل بروتين وكربوهيدرات ودهون صحيه. ما اجيش انا مره واحده اقطع اكل خالص تمام، او اقلل اكل مني لنفسي، ولا انا كده هخس واقدر اكمل المشوار للاخر. هي فعلا دي معلومه خاطئه جدا، يعني في ستات كتير وناس، وخصوصا الستات، لان هو يهمهم طبعا انا عايزه اخس، واصل احنا مصريين بنتغصى في المحشي كتير قوي. فانا اقلل بقى، مش بقلل اكلي. انا اعرف في ناس بيقطعوا الاكل بالايام، اللي هو انا هخس كده، ده صح ولا غلط؟ هو الفكره كلها هنا ان هو فعلا بيخس، ولكن بيخس ايه؟ بيخس عضلات تمام؟ وبتفضل الدهون زي ما هي، ما بيقدرش يعالج المشكله دي بعد كده، لانه بيعاني من ضعف عام في الجسم كله تمام، وبيوصل لهم الامر انه بيغمى عليه. يعني بعض الوقت بتلاقي ناس مثلا بتقع وتغمى عليها من التعب بسبب ان هو عامل دايت او كده قاسي. يعني بالظبط، وده كان سؤالي ليك يا كابتن بعد كده. الدهون، بما اننا احنا في مصر طبعا واكلنا لا يكاد يخلو من الدهون طبعا اكيد، كلمني بقى عن الدهون الصحيه اللي ممكن تساعد جسمنا والدهون اللي مش صحيه. الدهون الصحية على رأسها طبعا الأفوكادو تمام، فاكهة غنية جدا بالدهون الصحية ومفيدة جدا للجسم، وزيت الزيتون، وعندنا الأوميجا 3 موجودة في الأسماك بجميع أنواعها تمام، وعلى رأسهم سمك التونة. دي في نفس الوقت بتساعد الجسم إن هو يكون في حالة شبع باستمرار، وبتكون غنية جدا بالفيتامين اللي بتحتاجه الأعضاء الداخلية للجسم، وبتنشط الهرمونات اللي جوه الجسم. طيب معلش بقى سؤال، في ناس كتير بنشوفهم مش تخان، يعني جسمهم كويس مظبوط، بس في عندهم مشكله في البطن. نيجي بقى لحته الرياضه، عندهم تلاقي عنده جسمها كويس ست، يعني يكون جسمها كويس وكده، بس في عندها مشكله، عندها بطنها كبيره شويه، تنصحها بايه ولا تعمل ايه ولا تتلاشى المشكله دي ازاي؟ دي بتكون سمنه موضعيه. يعني تلاقي ناس ما شاء الله فعلا عندهم الشيب والشكل بتاع الجسم جميل جدا، وعنده مثلا بطن كده صغيره تمام. دي السمنه الموضعيه بنتعامل معاها بطريقتين. رقم واحد، بنعمل دايت مناسب للمجهود اليومي بتاع الشخص ده، وفي نفس الوقت مناسب للكفاءه بتاعه التمرين بتاعته تمام. بالنسبه للتمرين نفسه هنا بنشتغل عليها بتمارين مكثفه، وبنقلل فترات الراحه بين التمرين. يعني احنا بنتمرن كارديو مثلا جري تمام، وبنلعب بعد كده بطن بتشكيلات ما بنريحش كتير ما بين كل تشكيله وتشكيله. طيب انا بقى عندي سؤال. اوكي اتفضل. كل ما بدخل اشوف نظام غذائي لازم بلاقي فيه مكون اساسي وهو الشوفان. ايه بقى سر الشوفان؟ الشوفان طبعا من افضل انواع النشويات او الكرب اللي بيمد الجسم بالطاقه تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين، الشوفان غني جدا بالالياف، فبيحس الواحد بالشبع طول الوقت. وفي فيتامين كتير ما شاء الله، يعني بروتين وفي مالتي فيتامين الجسم بيحتاجه، فبيخلي الواحد دايما فايق، يخلي الجسم دايما في حاله فوق.
عشان كده لازم بيكون مكون اساسي من كل نظام غذائي. طبعا حتى اللي عايز يعمل دايت بياخد شوفان، واللي عايز يزود الوزن بياخد شوفان، ولكن النسب بتختلف. لو انا عامل دايت بدخله من ضمن السعرات الحراريه بتاعتي تمام في العدد اللي انا محتاجه. لو انا بزود الوزن بزود الايه؟ الكميه نفسها بقى. يعني لازم اكون متابعه مع حد مسؤول، مش انا مني لنفسي، يعني اروح مثلا لدكتور تخسيس او مسؤول تغذيه وزي مثلا حضرتك هيشوف الحاله بتاعتي وهيقول لي هيقرر لي اللي انا اعمله، صح كده؟ تمام مظبوط تمام. طب نيجي لنقطه تانية بقى مهمه قوي. اتفضلي. ايه قصص حرق الدهون، اعشاب حرق الدهون، مشروبات حرق الدهون، اشربوا قرفه على جنزبيل، القصص دي ايه؟ هو بالنسبه للقرفه والجنزبيل مفيدين جدا للجسم تمام، ولكن الواحد ما يستخدمهمش على معده فاضيه. لان بعد كده بنلاقي النتيجه فيه التهابات في المعده وقرحه معده والكلام من ده يعني تمام. ولكن انا دلوقتي لو هستخدمهم كمشروب بعد الاكل بساعه او كده بحس براحه وبستفيد منهم كويس، لان القرفه بتنظم مستويات السكر في الدم، والجنزبيل مفيد لالم المفاصل وقاتل الخلايا السرطانيه اللي في الجسم. بس طبعا احنا بننصح الناس اللي لو حد عنده ضغط ما يشربش الجنزبيل لانه تقريبا بيرفع الضغط. هو فعلا بيعلي الضغط، ولكن انا يعني لو عندي ضغط او حتى عندي لا قدر الله اي تعب تاني لازم اكون مستشير الطبيب بتاعي الاول قبل ما اتجه لاي مكان رياضي او لاي نظام غذائي. احنا لسه قايلين من شويه ان لازم ابقى متابع مع دكتور او حد مزبوط متخصص مزبوط هو اللي عارف الحاله الصحيه. طيب قبل ما نختم بقى انا عندي سؤال. اتفضلي. احنا ممكن نسال بقى سؤال مهم جدا بيخص كل الناس. أمرك. في ناس لما بتيجي تخس وشها بيخس اسرع من جسمها، يعني الفرق بيبقى واضح على الوش قبل الجسم. ده كتير اللي هو تلاقي الوش حاجه صغيره كده والجسم ما شاء الله. ما هو ده احنا اتكلمنا في اول الحلقه اتكلمنا عن الدايت القاسي تمام، وفي نفس الوقت بيكون ناقصه فيتامين كتير تمام. لان انت وانت بتعملي دايت غصب عنك بتقع منك فيتامينات تمام، حتى لو بتاكلي سلطه كتير او بتاكلي فاكهه كتير، فبناخد بعد كده مالتي فيتامين مثلا فيتامين سي او الزنك تمام، اوميجا 3، بنحاول نكمل النظام بتاعنا بحيث نتفادى الجفاف بتاع الوش او ضعف الوش مع شرب الميه كتير، او الوش يبقى بيل وفي شحوب في الوجه والكلام ده كله. ما هو برضه ممكن يكون مثلا عامل دايت وواخد برضه مالتي فيتامين وما بيشربش ميه كتير. على الاقل مثلا من 3 ل 4 لتر في اليوم. 3 ل 4 لتر في اليوم على فترات. ما هو في ناس بقى ممكن تجيب الازازه 3 4 لتر كده ومره واحده يشربها. لا هو كده مش هيستفيد منها بحاجه، لا هو كده يعني مش هيستفيد منها بحاجه، الجسم هيتخلص منها بسرعه تمام؟ رقم واحد، رقم اثنين مش هيستفيد منها بحاجه. هو ممكن مثلا يربطها بالوجبات، لو قبل الوجبه مثلا بساعه كوبايه ميه او كوبايتين تمام؟ بعد الوجبه مثلا بساعه برضو كوبايه ميه او كوبايتين. دي اهم نصيحه نختم بيها فقرتنا، للاسف وقتنا خلص يا كابتن، بس اكيد ان شاء الله لينا لقاءات ثانيه مع كابتن محمد حسن واللياقه والرياضه البدنيه. استنونا فاصل وراجعين لكم تاني. تحياتي. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا ولسه مكملين معاكم فقراتنا، وللاسف اخر فقره معانا دلوقتي، بس هي فقره حلوه، فقره طربيه. معانا الفنان المطرب الشاب سامح عامر، خلونا نرحب بيه. مساء الخير يا سامح. السلام عليك. اخبارك؟ تمام الحمد لله. انت منورنا النهارده. انتوا منورين طبعا. الله يديك عليكم. سامح، ممكن تكلمنا في الاول كده قبل ما نبتدي عن بدايتك؟ والله بدايتي كانت في برنامج اسمه صوت الحياه. كان لجنه التحكيم فيه حلمي بكر، دكتور حلمي بكر، وطبعا الديفا سمينه سعيد وهاني شاكر، فنان هاني شاكر. وصلت فيه لحد قبل النهائيات في بيروت، بعد كده رجعت عملت 3 كليبات، وحاليا يعني شغال بصفه مستمره وعامل حفلات وكده، موجود يعني. يا رب دايما موجود. طيب يا سامح، انا محتاجه انك انت تكلمني اكتر عن تجربتك في برنامج صوت الحياه والمراحل اللي انت وصلت لها. انا عارفه ان انت وصلت لمراحل كبيره قوي، فكلمني شويه كده عن البرنامج نفسه وتجربتك معاه. هو التجربه بالظبط يعني عشان نقول بسرعه الموضوع، هو القصه كلها ان انا ساعتها كان الكلام ده بالظبط من 6 سنين، فكانت خبرتي ما كانتش قوي وكان سني اصغر من كده بكتير، فبالنسبه اللي انا وصلت له ساعتها ده كان كويس جدا يعني. فوصلت لحد قبل النهائيات فيه، عديت كذا مرحله فيه واكتسبت منه خبرات كتيره جدا 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 جدا، وفرت عليها كتير قوي يعني، فاستفدت منه كتير فعلا يعني. طب انا حابه بقى تطربنا وتسمعنا حاجه كده. يا ترى مجهز لنا حاجه؟ نغني حاجه خفيفه كده لعمرو كده. تمام. يا سلام. للهضبه. اتفضل. رصيف نمرة 5 والشارع زحام، وساكت كلامنا ما لاقي كلام، تسالي يا خال تدخل يا عم،
تتوه المعاني في لساني لجاب تسالي يا خال تدخل يا عم تتوه المعاني في لساني لجاب رصيف نمرة خمسة والشارع زحام وساكت كلامنا ما لاقي كلام ستر اللي بيسر وداني وشحت المزين بياكل وداني كلك ستر اللي بيسر وداني وشحت المزين بياكل وداني تسالي باريس تعالى وحاسبني وجدول ديونه عشان وعشان عبد الله رشدي محامي قدير بيرفع قضية في باب الوزير عبد الله رشدي محامي قدير بيرفع قضية في باب الوزير على عم فيك تعال بليلة عشان مرة زعق بصوته الجهير رصيف نمرة خمسة في الشارع زحام وساكت كلامنا ما لاقي كلام بألف الأمانة ونصح السروج عاملين شركة في مشروع بوتيك ونادوا لعبد الفرج يشاركهم فرد بقلاطة بحب الشريك تراتا ترا وجت وقعة سودا في سوق الإمام عشان عمي لما بتاع الحمام مقدرش يوصل لأي اتفاق مع سبع فندي في قضية سلام وأطفال عجايز في مهد الطفولة وأفلام قديمة وأعلان إعلانات بقى تنزل تعيش لآخر حياتك ولو باعوا فرخة تاخد عمولة ترمي بسنجة فرد الفرج وعمر تعدي ليجي الفرج ترمي بسنجة فرد الفرج وعمر تعدي ليجي الفرج ولا البحر باين لاخره مراسي ولا حد راسي منين الفرج منين الفرج رصيف نمرة خمسة والشارع زحام وساكت كلامنا ما لاقي كلام رصيف نمرة خمسة والشارع زحام وساكت كلامنا ما لاقي كلام رائع بجد يعني من احلى الاغاني اللي بحبها اصلا للهضبه وانت بجد ما شاء الله عليك صوتك حلو جدا ربنا يخليك من ذوقك بس والله طيب يا سامح بما انك غنيت لعمرو دياب ممكن اسالك بقى مين قدوتك في الفن قدوتي في الفن هو انا من الفانز بتوع عمرو اصلا يعني انا بحبه عامه من قبل ما اغني حتى يعني بس يعني لما ابتديت ادخل الغنى يعني بدور على شخصيه سامح ما بدورش يعني ماشي بحب فلان وبحب اتفرج على ده واسمعه جدا واحب اتفرج على ده بحب اتعلم من ده ومن ده بس انا يعني ما مش حد كوبي بيست بحب اخده بصراحه يعني بس اكيد شايف ان انجح واحد موجود في حاليا هو عمرو دياب طبعا طيب قبل ما نختم باغنيه انا عايزه اسالك بس سؤال تمام ايه اللون الطربي المفضل لسامح يعني انت دلوقتي اطربتنا بحاجه حلوه قوي ايه اللون الطربي اللي انت بتحبه اكتر اللي انا بميل له حاجه واللي الناس بتحبه حاجه يعني انا بحب الاغاني اللي فيها غنى قوي 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 انا اقصد اللون اللي انت بتحس نفسك فيه ايوه الاغاني اللي فيها غنى قوي فيها طرب وفيها غنى الناس بتميل اكتر للاغاني الخفيفه السريعه بتحب كده يعني طب ممكن بقى تسمعنا حاجه نختم بيها يعني عشان نبقى ختمنا مع الناس كده بحاجه حلوه ومتعتهم بصوتك ماشي في اغنيه كده كانت نازله قريب بتاعت حمزه نمره اسمها داري قلبي اوكي يا طربيه انا بحبها طبعاً. طبعاً. كلنا بنحبها ماشي يلا بينا اتفضل موسيقى هايله بصراحه يا جماعه فين يا جماعه Thank you.
قلبك تاي من مدة كبيرة، خايف تتكلم ليه في عيونك حيرة وحكاوي كتيرة. متغير ياما عن زمان، قافل على قلبك البدان، حبيت وفاتت كم مكان عايش جوا. احساسك كل يوم يقل وتخطي وخطوتك تزل، من كتر ما احبط وبتمل فين تلقى دواك. بتودع حلم كل يوم، استفرد بيك الهموم، وكلكم والغربة كوم والجرح كبير. ما بتديش حاجة اهتمام، أهلا أهلا سلام سلام، بقى طبعك قلة الكلام ومفيش تفسير. داري داري يا قلبي مهما تداري، وصاب الناس حزننا مكشوف، ما هو عادي عادي، محدش في الدنيا دي بيتعلق بشيء إلا وفراق ويشوف كل اللي معك. للأسف يا سامح، أسفين بس فعلا وقتنا للأسف خلص. تمام. احنا كنا فعلا مستمتعين جدا والفقرة الترابية حلوة قوي، بس للأسف احنا وقتنا خلص، بس بنوعدكم إن شاء الله بإذن الله هنجيب لكم، هنستأذن ويشرفنا تاني يعني الفنان سامح عامر. وللأسف احنا وقتنا معاكم خلص، بس حلقاتنا ما خلصتش، استنونا إن شاء الله يوم السبت في نفس الميعاد وحاجة حلوة. باي باي.